كندي الذي قرر أن يفتش مفاعل ديمونة، وأصر على تفتيشه ليتأكد من أنه يصنع أسلحة ذرية وإلا لا، ورفض الإسرائيليون، وأخيرا أصر هو على التفتيش. كان المخرج من هذه الأزمة هو استقالة بن غوريون، استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة، وأعطى الضوء الأخضر بقتل كندي، وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة وإصراره على تفتيشه.